أول ما وصلنا على كل كرسي في هذه الأكياس اللي أنتم شايفينها. هلا رح نفتح ونشوف الأكياس شو فيها. أنت في قطر، تخيل يرعاك الله. طبعا هذه لفاحة، وهذا تيشيرت، وهذا تروفي باحتفالية كأس العالم. شوفوا ما أجمله. طبعا في سمول بادج تبع كأس العالم، وهذه أعتقد إن هي بتنحط بريسلت بالإيد. آخر شيء بدنا نورجيكم هون، شو فيه؟ Oh my God. عطر. ولسه في عندنا هذا الباك هون، خلينا نشوفه. Oh my God. تخيل يرعاك الله. تخيل يرعاك الله. أنت في خطر. 4 5